المسيح يعني ولادة الله. هالطفل يلي ولد بمغارة بتواضع وعالسكت، بس بنفس الوقت عمل حدث كبير. يعني وهيدا الحدث بالذات اللي صار تقريبا من حوالي 2016 سنة غير التاريخ، لدرجة انه صار التاريخ ما قبل وما بعد ميلاد المسيح. شو هو اهمية ميلادة يسوع؟ انا حطلع وينات. شو هو اهمية ميلادة يسوع؟ هو انه المسيح عم بيولد فينا كل يوم كل دقيقة عدة مرات، وهالإله يلي تجسد هو حي وموجود هلأ بهالدقيقة وبكل دقيقة معنا، وعم بيولد فينا وبعيالنا وبولادنا. ومنشكر الله انه كروستوك شهادة كبيرة على هالشي، ونحن كلنا بنختبر من خلال كروستوك كل يوم ولادة المسيح بهالجمعية. وهيك كروستوك كمان بتعلم ولادها كيف يعيشوا تعاليم المسيح، وعم نحاول انه دايما كروستوك انه توقف حد المحتاج، حد الفقير، حد المريض، حد المحبوس، حد المهجر. اذا بنتذكر يمكن مش الكل بيعرف انه بال 2006، واكيد هالاشياء كلها نحن عم نعملها من خلال تعاليم المسيح، لانه نحن بكروستوك اهم شيء انه نعيش المسيح. فنحن عم نحاول نربي اجيالنا انه يكونوا حاضرين وفعالين لمجتمعهم، وخاصه ببلدهم لبنان. مثلا بحرب ال 2006 كروستوك كان موجود وحاضر، كان على طول عم بيساعد هالمهجرين اللي تهجروا من الجنوب. وكمان هلا كروستوك عم يتطلع حواليه وعم بيشوف كمان في حاجه حتى يساعد المهجرين، بغض النظر عن انتماءاتهم، طوائفهم، دينهم، وعم بيوصلهم كلمه الله. وما بقى رح نطول اكثر عليكم، بس بدي اقول لكم كروستوك عم بيكبر وعم بينمى بقدره الرب، لانه كثار منكم عم يشهدوا وبيختبروا هالشي. بعتقد كتار منكم بيجوا وعايشين مع كروستوك وعم بيشوفوا كيف ولادة المسيح بكروستوك كل يوم وكل دقيقة. آخر شي، نحن اليوم جايين لنسبح يسوع المسيح يلي جسد كرمالنا، وهو عم بيقلنا كل يوم أنا عم بتجسد فيكم كرمالكم ولحتى وصل لغيركم الكلمة من خلالكم. بمناسبة ولادتك بعيد ميلاد عم نحتفل ونحن كلنا مجموعين، نصلي لك كرمال تبارك الأكل، تبارك كل الناس اللي تعبوا وركضوا وحضروا، تبارك كل الناس المجموعين هون اللي رح يتناولوا. نصلي لك كرمال ما تحرم حدا من هاللقمة، تكون أنت عم تعطي لكل فقير محتاج. آمين. Yeah.
believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit that is giving us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection that is coming back again. Let the lost be found and the dead be raised in the here and now. Let love be made, let the church live now. And God will say, we believe, and the gates of hell will not prevail, for the power of God has torn the veil. Now we know your love will never fail. We believe, we believe, we believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit that is giving us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection that is coming back. He's coming back again. He's coming back again. ما غنيكم غنية صغيرة. هلا الغنية طلبت فيها ماريا. هلا أنا كنت عم بسأل حالي من وقت ما عدت هون عم بسمع باسكال بي ماريا عم بغني، مش عارف إذا باسكال بده غنية ولا ماريا. الاثنين الاثنين. شبايا كروستر وين؟ شباب كروستر وين؟ ليشو؟ نيكولا؟ بلا بلا كلنا سوا زقفة؟ برافو شوقي يلا So we tell them.
الماكروس تكرا يا حبيبي.